وبالأصالة عن نفسي أود أن أعبر عن تقديري لفخامة السيد أكيندي تشيليمو رئيس جمهورية زامبيا على استضافة هذه القمة وعلى الترحيب الحار الذي استقبلوني به أنا والوفد المصاحب لي، ونسعد بالمشاركة في هذه القمة 22 وتحت موضوع التكامل الاقتصادي لتعزيز الكوميسا وإضافة القيمة والسياحة والاستثمار الزراعي. ومنذ عام 2021 كان تركيزنا على بناء الصمود وتدعيم اقتصاداتنا في أعقاب جائحة فيروس كورونا والكوارث الطبيعية والصراعات الإقليمية والدولية. وبالرغم من هذه التحديات إلا أن اقتصاداتنا قد تعافت تعافيا مستمرا، وسنستمر في العمل عن كثب سويا من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وتلخيصا معاليكم، وما كنت أنتوي ذكره هنا في البداية هو ثلاثة أمور. أولا، التأكد من أن الكوميسا تزيل الحواجز أمام التجارة إزالة كاملة حتى نحقق أهداف التنمية المستدامة. وثانيا، إيلاء الاهتمام بالصراعات والنزاعات الأمنية في الإقليم وفي أفريقيا. وثالثا، فخامة الرؤساء but without losing focus to the development. As you may wish to note that most of the greenhouse emissions are contributed greatly by other partners and not necessarily Africa. Your Excellency, I would like to thank you once again for this opportunity and wish you very well in your capacity as the new chairperson of the COMESA. Thank you. Thank you. Prime Minister Eswatini, do you want the floor? Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Madam Secretary General. On behalf of our delegation and on behalf of everybody present in here, I want to take this opportunity to congratulate you, first of all, on your appointment as Secretary, or reappointment as Secretary General, and to reaffirm our confidence in you in steering the ship of COMESA the way that you have been doing. This is for us to say, this is our way of saying, you are doing it the right way. Keep going. Mr. Chairman, I also want to congratulate you for your election as chairman of COMESA. We have never had any doubt that the Republic of Zambia and yourself. بصورة سليمة ونحن لدينا الثقة فيكم في دفع جهدنا للأمام. شكرا جزيلا لكم. دعوني مرة أخرى أكرر دعوتنا إلى الكوميسا باستعدادنا لاستقبالكم بأياد مفتوحة عام 2025، ودعوة جلالة الملك موسواتي الثالث إلى مملكة إسواتيني لحضور القمة. وشكرا مرة أخرى لإقامة هذه القمة. أشكركم جزيل الشكر. المداخلة الأخيرة، نائب ورئيس وزراء الصومال. فخامة رئيس جمهورية زامبيا السيدة تشيليما، اسمح لي احتراما للوقت أن أوجز فأشكركم وأشكر الشعب الزامبي على الحفاوة البالغة التي
استقبلونا بها، أنا والوفد المصاحب لي والوفود كافة اليوم. وكذلك أود أن أستغل تلك الفرصة لشكر الرئيس المنقضية ولايته فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجلسة الأخيرة وعلى قيادته الحكيمة والفعالة. شكرا جزيلا فخامة الرئيس، وبالتأكيد أشكر القيادة التي تبديها الأمانة. وفي دقيقة سأثير نقاط ثلاثة فقط. أولا الاهتمام، ذكر في التقرير أن الصومال تخوض عملية انتخابية مطولة أدت إلى التسليم السلمي للسلطة وانتخاب الرئيس الحالي دكتور حسن شيخ محمود، وأنا أنقل تهانيه لكم جميعا. وكانت لديه أمور وشواغل أخرى منعته من الحضور للأسف. ثانيا، وأعتقد أن هذه أخبار جيدة لأسرة الكوميسا، البرلمان الصومالي اليوم صدق على عضوية الصومال كعضو في الكوميسا، والأمر مجرد وقت حتى يجيز البرلمان الأمر ونصبح عضوا كامل العضوية في الكوميسا. أردت أن أجلب انتباهكم إلى هذا الأمر. وأخيرا، بالرغم من تاريخ من العنف والأخبار السيئة التي تأتي من الصومال، فنريد أن نلفت انتباه أعضاء أسرة الكوميسا الرائعة أن الصومال تحقق مكاسب كبيرة على جبهة الأمن بفضل قيادة الرئيس ورئيس الوزراء. وهناك الكثير من الأراضي والأقاليم والقرى والمحليات التي تم استعادتها بفضل العمل الكبير للقوات المسلحة الصومالية. ولا نستطيع أن نغفل تضحية أخوتنا وأخواتنا الأفارقة، جيراننا المباشرون ومن عموم أفريقيا، الذين ضحوا بالكثير لإحداث السلام في الصومال. شكرا جزيلا لكل من ساهموا في دولتنا كجزء من أتميس والدول المجاورة الأخرى. أشكركم نيابة عن الشعب الصومالي على الدعم الذي أوليتمونا إياه. وأخيرا، ما أن ندخل في التصديق على العملية الانتخابية البرلمانية، فسنبني على الخبرات المستقاة والمعرفة الفنية التي تحظى بها الكوميسا ودولها الأعضاء، لأن الصومال تقع في موضع استراتيجي في القرن الأفريقي وتصل إلى البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي. وبالتالي فلن نفيد من عضويتنا في الكوميسا فحسب، وإنما كذلك سنتمكن من تمكين الدول الحبيسة الأخرى والمربوطة بالأرض في الكوميسا. لدينا الموارد في كل ملمح من حياتنا، ونريد أن نلعب دورا هاما في عملية التكامل، ليس في الكوميسا فحسب وإنما في تجمع شرق أفريقيا وفي اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في عمومها. شكرا جزيلا السيدات والسادة. شكرا جزيلا لزملائنا الثلاثة الذين تحدثوا، وشكرا لاحترامهم للوقت، جزيل الشكر على ذلك. وأتينا الآن إلى نهاية مؤتمرنا، وسننهي بالإجراءات المتبعة، أليس كذلك؟ هل هناك النشيد؟ وهل انتهينا؟ نعم، نحن انتهينا. إذن شكرا جزيلا. All we are done.